مديرية التربية والتعليم في اسكندرية أصدرت قرار بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه لما نسب إليه من قصور في أداء مهام وواجبه الوظيفي واستبعاد الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات في واقعة التعدي على الطالبة روان يوسف الديب. وكيل مديرية التربية والتعليم أوضح أنه جرى إحالة ولي أمر الطالبة للجنة الحماية المدرسية، ده لتطبيق اللائحة ودراسة إمكانية نقل نجلتها من هذه المدرسة من عدمه، وكمان أكد تكليف الإدارة بزيارتها ومتابعة الحالة بشكل مستمر. طيب نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معنا هاتفيا الأستاذ يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بإسكندرية. أهلا بك يا فندم. أهلا بسيادتك يا فندم وأهلا بمشاهدينك الكرام. أهلا بك يا أستاذ يوسف، يا ريت بس حضرتك تعرفنا سريعا بتفاصيل الواقع. والله حضرتك، هو طبعا بنتنا روان حضرتك تعرضت من أحد أولياء الأمور لحالة تنمر بيها. يعني طبعا احنا اول ما عرفنا على طول خدنا الاجراءات اللازمه ورحنا. يعني احد اولياء الامور يا فندم كان بيوصل ابنه مثلا او بنته وتنمر بالبنت؟ احد اولياء الامور كان بيوصل بنته للمدرسه وتنمر بالبنت الثانيه، وطبعا ده كان شيء غير مقبول منه اطلاقا، يعني لان احنا طبعا ولادنا في المدارس كلهم سواسيه قدامنا وقدام الدستور وقدام القانون. ده حصل جوه المدرسه يا استاذ يوسف؟ حصل جوه المدرسه. تمام. وكان في يعني برضه بعض التوصيل من الساده الزملاء، يعني فتم محاسبتهم واتخاذ الاجراء اللازم معاهم. وطبعا المفروض في اجراء بيتخذ في الجزئيه دي. فطبعا بالنسبه للمعلمين بتوعنا احنا خدنا الاجراء اللازم مع مدير المدرسه والاخصائيه الاجتماعيه. وكمان اخذنا الواجب اللي علينا كمان ان احنا زرنا بنتنا في المستشفى، وانا رحت زرتها يعني حضرتك. هي دخلت مستشفى كمان؟ يعني فكرة دخول المستشفى ده كان بناء على ايه، او يعني التكييف الطبي او التحليل الطبي ليها كان ايه؟ البنت طبعا بمجرد ما حصل معاها المشكلة دي طبعا حصل لها حالة انهيار يعني وكده، وعملية نفسية بقى يعني. وعلى ما شفت برضه لحضرتك ان يعني ممكن يكون في اعتداء بدني من والدة الطفلة الثانية شهد. فطبعا ده كله طبعا تقدر التحقيقات، و يعني المستشفى عملت اللازم، وانا كنت بزور بنتنا امبارح بالليل، والسيد بدر عامل اداره حضرها، وكلمت العلاقات العامه، يعني كل الاجهزه بتاعتنا احنا ولادنا في المستشفيات بنزورهم وبنتابعهم. وكمان ما اوصيش على سيادتك سرا ان احنا بالاتفاق مع السيد مدير المستشفى الدكتور ايمن، الحقيقه بشكره على دعمه لطلابنا بالمدارس بمحافظه اسكندريه، كان يعني خاصه فينا فصل دراسي في المدرسه، وفي بعض المعلمين بيتناوبوا على الفصل ده للقيام بالعمليه التعليميه دي في داخل المستشفى. الحقيقه دي حاجه اول مره تحصل في اسكندريه. فانا يعني بشكر الدكتور ايمن على تخصيص المكان كفصل دراسي في المدرسه في المستشفى، وبشكر زملائي المعلمين اللي هم يعني بصراحه يعني كانوا بيتبادروا ان هم يروحوا يؤدوا هذا العمل بدون مقابل. هي طبعا خطوه محموده، وطبعا خلاص تم الغاء تكليف مدير المدرسه. طبعا الحين طبعا انتهى التحقيقات. الراجل اللي جاء تكليف مدير المدرسه وحاله الشؤون الفنيه والاخصائيه الاجتماعيه بصفته المسؤول طبعا يا استاذ يوسف، المسؤول عن المكان. هو وكمان هو المسؤول عن المكان، والاخصائيه كمان كانت حاضره الواقعه. ما كانش يعني على ما اخذت علم كان دورها سلبي. ان هو كان دورها سلبي شويه. فطبعا هي اتحقق معاها دلوقتي، والتحقيقات هتثبت ان شاء الله كل واحد ياخد حقه باذن الله، يوصل حق بنتنا روان ليها وحق كل زملائنا او كل أبنائنا الطلاب في المدارس هيوصل حق روان. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. العظيم أنا بوجه رسالة لكل أولياء الأمور، وبوجه رسالة لكل أولياء أمور اسكندرية إن بلاش الاحتكاك مع الطلاب، لأن ده ابنك غالي عندنا زي ما هو ابن الثاني غالي عندنا. تمام، أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. أستاذ يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم في اسكندرية كنت معنا تفيا، شكرا جزيلا.